رسميا الكاف بيأجل مباراة الزمالك والرجاء لنهاية اكتوبر او بداية نوفمبر. ده الخبر اللي هنسمعه بنسبة 90-95% خلال الساعات اللي جاية، بس انا جاي النهاردة عشان اتكلم على الخبر ده. وانا اي نعم هو لسه منزلش رسميا، بس زي ما قلت لكم النسبة 90-95% هينزل خلال الساعات اللي جاية. هنيجي نتكلم ليه اصلا الرجاء قايل اللي هو او طالب انه يأجل المباراة، وهل المباراة لو اتأجلت ايه العدالة اللي هتطبقها الكاف، هل الكاف هيطبق العدالة ولا لا. وهنتكلم كمان في مين المستفيد من التأجيل دول. هنتكلم في ثلاث مواضيع في حلقه النهارده، فمنخش في الحلقه انزل اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نخش ندردش شويه عن مشكله مباراه الزمالك والرجاء. حطني رقم واحد في القصيم. في البدايه بس وفي الاول خلينا نتكلم ليه اصلا الرجاء طالب ان المباراه تتاجل في بعد مباراه الزمالك والرجاء في السيمي الفاينل. بعدها بيوم على طول الرجاء اعلن ان في 4 لعيبه من اللي كانوا مصابين سواء بكورونا او اصابات عضليه رجعوا من الاصابه، ولكن بعدها بشويه لقينا خبر ان في 4 لعيبه من الرجاء اتصابوا بكورونا. ال4 لعيبه دول كان محسن متولي وعبد الله الحفيزي وجبرون والعرجون، ال4 اتصابوا بكورونا. فالخبر جه اللي هو 4 لعيبه، ماشي 4 لعيبه مش عدد كبير، فالرجاء قادر يلعب المباراه. ولكن تاني يوم على طول في جه نزل خبر تاني ان الفريق ككل بقى فيه 8 حالات كورونا. فتمن حالات كورونا الرجاء قال لك احنا عندنا عدد كبير من الكورونا، فنطلب من الكاف انه يأجل المباراة. ولكن لما طلب من الكاف انه يأجل المباراة جه بقى اخبار، هل الكاف هيوافق ولا مش هيوافق على التأجيل. ولكن في خلال قبل الساعة تقريبا من الحلقة دي نزل قرار، او السلطات المغربية وزارة الصحة ووزارة الداخلية المغربية ادوا قرار او قدموا قرار للرجاء منعوهم من السفر، وقالوا ان البروتوكول المغربي بيقول ان اي حد كان مخالط لحد عنده كورونا حاليا لازم يتحط في الحجر الصحي اسبوع، وبكده الرجاء مش هيقدر يجي القاهرة قبل يوم السبت اللي جاي، هيجي بعده بيومين. فالرجاء قال لك مش بيدي خلاص، انا السلطات المغربيه بتقول لي ما تسافرش. انا كنت جايب 16 لعيب فعلا، وريد القايمه طلعت ال 16 لعيب اللي هيجوا، لكن حتى 16 لعيب اللي كان المفروض يجوا المغرب قالت لك لا مش هيسافروا، هيخشوا حجر صحي اسبوع. ودي اول حاجه ان الرجاء ده السبب ان يخلي في مشكله اصلا على حوار تاجيل المباراه. الحاجه الثانيه بقى وهي العداله اللي الكاف ممكن يطبقها. من يومين حسنيت اغادير كان بيلعب سيمي فاينل كونفدراليه ضد نهضه بركان، وكان عنده تقريبا 10 او 11 اصابه كورونا، وطلب من الكاف انه ياجل المباراه، ولكن الكاف رفض رفض تام وقال ان دي التواريخ النهائيه للمباريات ومفيش اي نيه لتاجيل اي مباراه، وهتلعب المباراه واللائحه بتاعتنا بتقول ان انت تنزل المباراه عندك 11 لاعب في الملعب وثلاثه على الدكه، وبما انك عندك العدد ده يعني ال 14 لاعب دول تقدر تلعب مباراه عادي جدا. وفعلا حسنيت اغادير لعب المباراه ناقص جدا ضد نهضه بركان وخرج من السيمي فاينل. بعدها بيوم كان حراب الكوناكري بيلعب بيراميدز اللي هو النهارده، امبارح اقول امبارح برده حراب الكوناكري طلب التاجيل بسبب ان في 9 حالات كورونا في الفريق، وبرده الكاف قال ما ينفعش ورفض التاجيل، وقال نفس الكلام ان في لوائح وقوانين واللوائح والقوانين بتطبق. وفعلا اللائحه والقوانين اتطبقت على حسنين اغدير وحراب الكوناكري في الكونفدراليه. نيجي بقى للرجاء والزمالك، هل لو الرجاء الطلب بتاع التأجيل اتأجل والكاف قال ان المباراة هتتأجل، هل هنا هيبقى في عدالة؟ انا بخاطب اي حد بيتفرج عليا سواء انت زملكاوي اهلاوي رجاوي وداداوي اي حد، هل هيبقى من العدل ان المباراة تتأجل؟ طب انت واحد مثلا متشجع حسنيت اغدير بتتفرج عليا، هل من العدل ان فريقك اتظلم يا معلم؟ هل من العدل بقى انه يأجلوا مباراة للرجاء؟ مش عارف يعني فين العدل هنا؟ خلاص بقى طالما هتأجل مباراة لفريق عنده كورونا كنت أجلت حصة تخدير نادي البركان. ممكن إن الكاف يأجل المباراة مش بسبب حالات الكورونا، ممكن يأجل المباراة بسبب إن السلطات المغربية قالت إن الرجاء ما يسافرش، ودي حاجة خرجت بره الرجاء، حتى خرجت من إيد الرجاء. أنا الرجاء كان بيقول لك أنا جاي، لكن المغرب قالت لك لا الرجاء مش هيسافر، ودي حاجة فعلا خرجت بره إيد الرجاء. خلاص الموضوع بقى في ايد السلطات المغربيه مش في ايد الرجاء دلوقتي. بس هل لو الكاف هيأجل المباراه هيأجلها علشان قرار السلطات المغربيه، ولا هيأجلها بسبب حالات الكورونا اللي عند الرجاء؟ لو بيأجلها عشان حالات الكورونا يبقى كده مفيش عداله، كده مش هيبقى في عداله خالص.
وان الكاف بيدي اي قرار وبيضرب اي قرار من غير ترتيبات من غير اي حاجه كده، يكون فعلا الكاف بيطبق اللوائح والقوانين بتوعه على فرق وفرق. لا، واللوائح والقوانين دي مش موجوده في الكاف بس، لا اللوائح والقوانين دي موجوده على مستوى العالم. في البريمير ليج قالوا لك لو الفريق كله جاله كورونا طلع ماشيين يلعب بيه، مفيش ماتشات هتتاجل. الاتحاد الاسيوي خرج الهلال المرشح الاول للبطوله واكبر فريق في البطوله، خرجه من البطوله واعتبره منسحب بسبب ان اللوائح والقوانين بتقول ان الفريق اللي هينزل المباراه ناقص عن 14 لاعب مش هيلعب ويبقى معتبر منسحب. وفعلا الفريق كان الهلال كله اتضرب بالكورونا وراح وكان حاول بكل الطرق يلعب المباراه، ولكن راح ناقص العدد واعتبر منسحب وخرج بره البطوله. هل تقول الهلال السعودي بطل البطوله وافضل فريق في البطوله والمرشح الاول للبطوله واكتر فريق مع رعايه ويجيب لك فلوس ومشاهدات وكل دول مش كان من مصلحه الفريق الاتحاد الاسيوي انه ياجل مباراه الهلال، ياجل المباراه ويخلي يلعبها في وقت تاني؟ كان من مصلحته طبعا، لكن ان الاتحاد الاسيوي عنده لوائح وقوانين بيمشي عليها وبيطبقها على اي فريق ايا كان الفريق دول مين، طبقها على الهلال واعتبره منسحب. هل بقى الكاف عنده القدرة انه يطبق اللائحة بتاعته والقوانين بتوعه على اي فريق في القارة؟ انا ما توقعش، لان كاف على مدار تاريخه مش قوي، مش قوي. الجهة القوية دايما بتبقى للفريق مش فريق بعينه، بتبقى للفريق اللي عنده، يعني سواء بقى اهلي زمالك وداد رجاء ترجي نجم ساحلي كله هو الفريق هو اللي بيبقى الطرف الاقوى مش الكاف. والكاف زي ما بيقولوا كده بيجي على الضعيف، اللي هو انت فريق مالكش ظهر مالكش جمهور هيزوم علينا مفيش كل الكلام ده فيلا نعدي. لكن لان الرجاء فريق من كبار القاره ومن كبار المغرب ممكن يرضخوا للتاجيل ممكن يقولوا تاجيل بسبب السلطات، هيطلع مبرر طبيعي وهيطلع مبرر جميل ان السلطات المغربيه مش عايزه تصفر المغرب، مش عايزه تصفر الرجاء تجيبها من مصر، وانا مش في ايدي حاجه فبنأجل المباراه لما بعد يوم 27 عادي. وطلع المتحدث الرسمي للرجاء وقال ان بكره يبقى في مسحه كامله للفريق. هل لو المسحه الكامله بتاعت الفريق طلعت كلها سلبيه الرجاء هيجي ولا برضه المباراه تتأجل؟ هو لسه القرار هينزل بكره بتاع الكاف، قرار الكاف هينزل بكره مش النهارده، بس بنسبة كبيرة هيأجل. أنا بقول لكم بنسبة 90-95% الكاف هيأجل المباراة بسبب إن الرجاء مش جاي مش هيعرف يجي. أنا مش عارف صراحة السلطات المغربية لو المسحة بتاعت الفريق سلبية هيسمحوا لهم إن هم يجوا ولا لأ، دي حاجة أنا مش عارفها بصراحة. لو أنت مغربي فهمني في الكومنتس، أنا مش فاهم. بس هل لو اتأجل بقى هيبقى في عدالة؟ هيبقى في عدالة لحسين تقدير؟ يبقى طبقت العدل على حسين تقدير وحرية كونكري؟ هتبقى ظلمت حسين تقدير وظلمت حرية كونكري وكمان بتنزل معاك الزمالك. بتنزل معاك الزمالك ليه؟ لان الناحيه الثانيه في الطرف الثاني في نصف النهائي الثاني الاهلي او الوداد اي فريق فيهم هيصعد النهائي هيبقى فريق مستريح قوي عن الزمالك او الرجاء. لو الزمالك صعد مثلا هيبقى الوداد او الاهلي مريحين عنه. لو لعبنا مثلا نصف النهائي يوم 31 او يوم 1 نوفمبر يبقى فاضل 5 ايام على النهائي، ويبقى قبليها الوداد او الاهلي مريح اسبوعين ولا اسبوع ونص، فانت فين العداله؟ فين العداله؟ ولا طبقت عداله ولا اديت لحسين تقدير العدل وحقه ولا حرية كونكري حقه والعدل وحقه ولا اديت الزمالك العدل وحقه، يبقى ظلمت الفرق كلها. بس خلينا في الزمالك، هتبقى ظلمت الزمالك. لازم اداره الزمالك تتمسك بان المباراه تتلعب يوم السبت. مرتضى منصور طلع في الاعلام بيقول لك انا برحب بان المباراه تتاجل. يا معلم ترحب ايه؟ انت مش هجيلك الفرصه دي تاني. انت يا اما تمسك في اي فريق في العالم، اي مش الزمالك بس، اي فريق في العالم هتجيله الفرصه دي هيمسك فيها، اي فريق. وارد تشوف المنظر ده في دوري ابطال اوروبا والمباراه ما بتتاجلش وفريق كبير بيخرج من البطوله، الله اعلم. بس لازم الزمالك بيتمسك بحقوقه، لازم نتمسك بحقوقه. فكره بقى ان احنا ندعي المثاليه واللي احنا فريق كبير واللي احنا التعاون المغربي واحنا واحنا واحنا، لا 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 انا مش عايز ده، احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نصعد فاينل. حتى لو هنصعد كده عايزين نصعد فاينل، ومحدش يجي في الكومنتس يقول لي يا معلم هتصعد على حساب لعيبه مصابه. يا معلم في العالم كله بقول لك الهلال افضل فريق في اسيا، انسحب اعتبره منسحب عشان الكورونا وعشان ما راحش. الاهلي هنا في مصر
لاعب المصري البورسعيدي هو عنده 16 حاله كورونا، والاتحاد المصري قدر يطبق اللوائح والقوانين على المصري. هل بقى الاتحاد الكاف اضعف من الاتحاد المصري؟ مستحيل مستحيل. لازم الكاف يحقق العداله، لازم الزمالك يمسك حقوقه، لازم 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 الزمالك يطالب بحقوقه، لازم بكره الصبح الزمالك يدي خطاب رسمي للكاف برفضه رفض تام للتأجيل، لازم. ويا ريت جو الشو وجو اللي انا الجامد وكل الكلام ده يهدى شويه، لازم مرتضى منصور يهدى شويه. انت مش بتلعب دور رمضانيه ولا احنا في دور البيبسي عشان تقول ان احنا جامدين قوي ويلا نأجل الماتش، لا. انت لو اجلت الماتش النسبه كبيره ممكن تخرج من البطوله، لان الرجاء هيجي لك اجهز بكتير قوي، وده اللي هنجيله في الجزء التالت، اجهز منك بكتير بكتير قوي. لازم الزمالك يتمسك بحقوقه، لازم الكاف يدي لكل واحد حقه، لازم الكاف يطبق العدل. تعالوا بقى نروح للجزء التالت، وهو مين المستفيد من التأجيل؟ مين المستفيد من التأجيل؟ هل المستفيد الزمالك ولا الرجاء؟ الاثنين، انا بقول لك الاثنين مستفيدين، بس مين اللي يبقى مستفيد اكتر؟ الرجاء. الرجاء هو اللي مستفيد اكبر من الزمالك بكتير بشويه حلوين، لان الرجاء كان مصاب عنده لعيبه اصلا مصابه اصابات عضليه مش اصابه كورونا. فالرجاء اللعيبه المصابه باصابه عضليه دي هتكون رجعت، واللعيبه المصابه بكورونا هتكون رجعت، فالرجاء يبقى كامل العدد، هيبقى كامل العدد اكتر حتى من ماتش الذهاب، هيبقى كامل وجاهز اكتر من ماتش الذهاب، فكده المستفيد الاكبر الرجاء. اي نعم الناحيه الثانيه الزمالك عنده لعيبه مصابه وهيجهزها، وبرضه الزمالك عنده ارهاق، الرجاء عنده لعيبه مصابه هترجع سواء كورونا او عضليه. الارهاق بتاع الدوري ونهايه الدوري اللي شفناه في ماتش الرجاء سواء الرجاء او الوداد، الارهاق اللي كان باين عليهم لعيبه الرجاء هتريح وهتجيلك فايقه ومرتاحه، والناحيه الثانيه الزمالك برضه هيريح لعيبته، هتريح لعيبته هتبقى مرتاحه، هترجع لعيبه المصابه. يبقى هنا الفريقين مستفيدين، بس مين المستفيد الاكبر؟ الرجاء بكل تاكيد. الرجاء انا بقوله لكم بكل تاكيد، الرجاء هو اللي هيبقى المستفيد الاكبر، لان الرجاء هيجي لك هو الاجهز، هو اللي عنده لعيبه اجهز منك، كل حاجه كل حاجه مستفيد من الرجاء. الرجاء هو المستفيد الاكبر من الاستفاده، من ناحيه الاستفاده، الاستفاده هتبقى للفريقين، انا بقول لكم الاستفاده هتبقى للفريقين. لكن مين المستفيد الاكبر؟ المستفيد الاكبر هو الرجاء مش الزمالك. الزمالك هيبقى مستفيد شويه حلوين، اللي هو هيرجع ساسي ويرجع حسين امام ويرجع محمود علاء، والارهاق يهدى شويه، لكن المستفيد الاكبر ان الرجاء يرجع فول تيم، هو الاكبر، هو المستفيد، هو المستفيد. فانا هنا مش بتكلم، انا مش عامل حلقه دي عشان اتكلم عن الاستفاده، مش عايز اقول لك مين المستفيد والرجاء المستفيد والزمالك المستفيد والكلام ده، لا مش بتكلم عن الاستفاده، الناس كلها مش بتتكلم عن الاستفاده، الناس كلها عارفه ان الزمالك هيبقى مستفيد برده من التاجيل. لكن انا بقول لكم ان احنا بنطالب ان الكاف العداله، العداله بس، ده اللي مطلوب من الكاف، انه يبقى في عدل، يبقى في عدل ويدي كل واحد حقه، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين حاجه تانية من الكاف، مش عايزين اي حاجه. قلت لكم مين المستفيد، كلمنا ليه السبب، قلت لكم العداله، انا بطالب بالعدل، ولو الكاف قال غير كده يبقى للاسف مش بيطبق العدل تماما. وانا بقول لكم بنسبه لا تقل عن 90% ان المباراه هتتاجل، وقرار التاجيل هينزل بكره بعد الاجتماع بتاع الكاف. بس ده كان في الاخر، ده كان رايي في موضوع تاجيل مباراه الزمالك والرجاء. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي مين المستفيد الاكبر، هل متفق معايا ان المستفيد الاكبر الرجاء ولا الزمالك؟ وقول لي كمان هل الكاف قوي انه يحقق، قوي انه يطبق اللوائح والقوانين على اي حد، ولا الكاف اضعف من كده وهيرضخ للتاجيل، ولو اجل هيبقى بيحقق العداله ولا مش بيحققها وبيدي كل واحد حقه؟ قول لي رايك في كل الاسئله دي في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه، اشترك وفعل الجرس عشان تجيك الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.